محمد واحد الضحايا من واحد من الضحايا ديال هذا المشروع هذا ديال الغالي ديال الشركه فالي العمران وبشراكه مع العمران. حنا جينا اليوم عند العمران باش يشوفوا معنا شي حل. واخا فايت جينا وطرقنا جميع الابواب، جينا عندهم وعاود جينا عندهم ومشينا للولايه، مشينا عند الوزيره، لحد الان ما كاين حتى شي حل. وبهذا المنبر كنطلبوا سيدنا يشوف معنا شي حل، حيت هو اللي بقى لنا بعد ما طرقنا جميع المؤسسات. انا شاري من في الشطر 6 ديال الشق الاجتماعي من زاوية الدخل المحدود، بعد ما توفرت فينا الشروط ديال الاستفاده درنا القرعه هنا في العمران، صيفطونا عند هذا واخا عارفين عنده سوابق ما كملش في السويره وفي قلعه استراغنا، رغم ذلك صيفطونا عنده. هادشي اللي عطى الله. وكنطلبوا من الناس المسؤولين واخا طلبناهم وعاود طلبناهم وما كاين حتى شي حل. لا اله الا الله، هادشي اللي كاين اخويا. السلام عليكم، حنايا من الضحايا ديال المشروع ديال الغالي. هاد السيد تقنا فيه، عطينا رزقنا، عطينا فلوسنا باش يسلمنا لي زابارتمون ديالنا، ما عطانا لا ابارتمات لا فلوس لا حتى شي، ما بغى يدير معنا حتى شي حل. مشينا للوالي، طلعنا عند الناس ما استجبوش لينا، هضرنا مع الوزيره ما استجبتش لينا، ما بغى يدير معنا حتى شي حل. جينا هنايا نديروا وقفه اعتصاميه باش الناس يسمعوا لينا، ما سمع لينا حتى واحد. كيف ما كتشوفوا مسدود علينا الباب، مسدود علينا الناس، ما بغاش مسؤولين يهضروا معنا بصفه نهائيه، سادين علينا البيبان. حنا كنلبيو، حنا ما بغينا حتى حاجه، بغينا غير رزقنا. حنا كنلبيو النداء لصاحب الجلاله الملك ديالنا، عاش الملك، هو يلبي النداء ديالنا ويعطينا رزقنا ويعطينا مسائل ديالنا وينوب علينا. هو الاخ ديالنا، هو الصديق ديالنا، هو الاب الروحي ديالنا، الله ينصرو وشكرا. انا واحد من المتضررين ديال المشروع الغالي اللي كاين في المسيره الثانيه. احنا من الناس اللي تهزينا بالقرعه، هزتنا العمران، هذه المؤسسه اللي وهمتنا بزاف ديال الحوايج، كنت اصحابو الحقيقه ولكن صبنا راسنا تنجري ورا السراب. يعني العمران هي المسؤوله، عمران هي المسؤوله الاولى فهاد يعني فهاد القضيه اللي تصيدنا فيها. احنا تصيدنا فيها باللغه بالدارجه، لان احنا قالت العمران ملي عطاتنا العمران قرعه قلنا العمران تتمثل الدوله، العمران تتمثل الدوله، يعني ثقنا في العمران كمؤسسه ديال الدوله. الساعه صبنا ما كاين والو، وصلنا تنجيو تحت السراب. احنا دابا نقول 600 عائله، وكاينين الناس اللي تبعوا لهم الديور ديالهم مره وجوج المرات، وحنا ديال السكن الاجتماعي باقين غير حفره. والسكن الاجتماعي تكون الناس اللي ضعافة بزاف، وكلنا تقريبا 95% كلنا مخلصين 14 مليون خطره وحده، ماشي مع تقسيط، خلصنا خطره وحده. ودابا مشينا لعند العمده ما دارت معنا تحل، مشينا لعند العمده ما دارت معنا تحل، مشينا للولايه طلبنا اللقاء المره الاولى ما كاين والو، المره الثانيه ما كاين والو، الثالثه استقبلهم كاتب العام ديال الولايه قال لهم على المسؤولين، قال لهم واحد 20 يوم ورد عليكم اخبار، باقي ما كاين والو، كنتسناو ان شاء الله يكون الخير. ودابا العمران طلبنا حتى هي من لقاء مع المدير الجديد، ما بغاش يستقبل، ما يعني المشكل ديالنا حنا فين ولينا، ملي تطلب غير جوج الناس ولا ثلاثه يشوفوا مع الحل، بلا هاد الشوهه، بلا هاد، لان حنا بلادنا عزه علينا، ما ترضاوش تدوزوا زي النصارى وتصوروا فينا، ما ترضاوش، ماشي عاجبنا الحال. دابا تيدوز الكيران كلشي تيصور، تيدوز الناس على الجيب تيصوروا، يعني هاد البلاد تشوهت، وحنا شي ما رضاوش البلاد ديالنا. ماشي يعني سيدنا الله ينصرو تيتقاتل هو الشعب ديالو، ولكن للاسف المسؤولين كما قال كاين هناك خلل، كاين خلل، الله ينصر سيدنا. السلام عليكم، انا سميتي سميه، انا مغربيه من الجاليه مقيمه في بريطانيا. I just wanted to speak on this issue today. I flew in from England to attend this protest and to kind of expose what's happening. But we bought apartments from this project in 2020. We bought it in cash, and so have all these other people. People have bought from 2017. So in 2020, every single person was promised their apartments, their shops, you know, their houses in 6 months. And now it's been almost 5 years. Every single day these people are protesting. Every single day, you know, there's people sleeping homeless outside next to the unfinished building.
when I come over from England to visit Morocco and to kind of come back home, I look at the complex and it hasn't been touched at all. It's still in the same position that it's been since 2020. And now I'm here to kind of shed light that yes, it is an issue in Morocco, but other people as well, people abroad, people in France, people in England, people in Europe who've bought houses here, who've bought apartments, who've invested in this project are also suffering. You know, we're also in debt. We also paid in cash to come here, to come back home. Families, small families, families of four, families of five, families of six, you know, a lot of us are students, a lot of us are helping our parents save up money, and we came here, we bought and we invested in a house over here, and it's not been given to us. So it's not just the people here who are suffering, it's people outside who are suffering because we've now started from zero. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.